هنروح بقى لفيديوهات وحوريكي في خبر اللي كتبته فنانة معتزلة، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي. وهنعلق نشوف قالت ايه. فنانة معتزلة توجه رسالة إلى ابنة عمرو دياب: إذا بوليتم فاستتروا. وقالت في البوست انه نور اللي بتعمله ده شيء مقزز والى ابعد الحدود. ردك ايه؟ مريضه نفسيه. لما هي تعمل عقلها بعقل واحده بنت صغيره وتشتمها تبقى ايه؟ فاضيه ومريضه نفسيا. ما عنديش كلام اقوله عليها. ما هي اعتزلت خلاص. تقعد بقى في بيتها وتلم نفسها. مش هي اتحجبت؟ عيب انها تقول الكلام ده. مش ده حرام؟ انا استغربت ان هي ما عندهاش بجد فعلا يعني ظهور، فما اعرفش هي ليه ظهرت هنا وما عندهاش مبرر للي هي بتقوله، عشان اقول يعني طبعا ما عندهاش حقانية يعني. بعدين ثانية واحدة، هي مالها؟ هي هتتحاسب؟ طب في يوم من الايام مثلا؟ لا لا خالص خالص. بعدين هي مالها؟ نور تعمل اللي هي عاوزاه، هي هتتحاسب مكان نور؟ هي مالها؟ خليها في نفسها وفي عيالها لو عندها عيال. انا مالهاش دعوه ببنتي. خلي بالك في اصدقاء بيبقى هوايتهم هو خطف الازواج. يعني من كتر ما بتتعايش مع صاحبتها وصاحبتها تقعد تحكي لها عن زوجها فهي بتحبه بدالك. وده على فكره انت عملتيه في مسلسل. كان دور عندك في مسلسل حلو قوي وكان فيه يسرى. فوق مستوى الشبهات. حصل. بتوجع طبعا. انت ذكرتك مش كتير، هما مرتين جوازتين كفايه. الواحد مش لازم يجرب كتير عشان يتعرف. زي الفنانه يسرى قولي لي بره. لا انا قولي لي جوه. اني في ما هي اللي خانتك؟ احنا مش بنتكلم عنه، احنا مالناش دعوه. الاولى ولا الثانيه؟ اصل الاثنين تارجت. واحد فنان ومعروف ونجم النجوم، والتاني يعني ملياردير وهانسم وجميل وراجل حلو، وفي الحالتين مراتهم واحده زي القمر. وده انتصار كبير للشخصيه السايكوباتيه اللي عملت كده معاكي، اللي هي صاحبتك، ان هي تخونك وتخونك او تخليه يخونك. ما هي سايكوباتيه. هي اللي خانته وهو لا. هو خيانه الراجل غير خيانه الست، ده اللي انا في اعتقادي. يعني احنا من قديم الازل، او انا عن نفسي، انا مش بتخض لما بسمع ان الراجل خان. عشان انا واقعيه. بس هو بيخون مع مين في الاخر؟ ما هو بيخون مع ست. بس هي ست. هو لو خانك مع واحده انت ما تعرفيهاش. بس لو خانك مع واحده انت تعرفيها. هنا الوجع. فهو الخيانه، هي الخيانه واحده بس، اللي بيفرق خانك مع مين. كنت وقتها صغيره ولا ناضجه؟ لا كنت صغيره قوي. صغيرة قوي. طب خلاص احنا ما قلناش مين. ظبطيهم ازاي بقى؟ اتقلك. بس ده مش كفايه، مش اثبات، مش دليل. هو اللي قال لي. هار اسود. هار اسود. هو اللي قال لك؟ هو اللي قال لك؟ هو اللي قال لي. ده جميل قوي. وليه؟ قال لي علشان ما كانش عاوزني افضل صاحبتها بعد ما هي عملت كده. شفتي الرجاله؟ شفتي الرجاله؟ شفتي؟ يعني يعرفها ويخونك وبعد كده يرجع يقول لك ما تكلميهاش؟ لانه قلب عليها بقى خلاص؟ طبعا. الست برضو اللي تعمل كده بتبقى حقيره في نظر الراجل. راحت بقى مطرح ما راحت. سنتي بينفل وقتها. لا لا، اللي تتخان من صاحبتها تتوجع قوي. ده حقيقي.
لانه متوقع ان الراجل يخون، بس مش متوقع ان الصحبه او الصديقه تخون. استنى، شي واز ماي بيست فريند. وكمان اعز صديقاتك. اعز صديقه كانت عندي. واجهتي؟ لا لا. اوكي، هقول ايه؟ اصل ايه المبرر؟ ايه ممكن اسمع ايه؟ سوري بجد؟ انت ما كسرتيليش فازه عشان تقولي لي سوري. اجتمعتوا في اي عمل فني بعد كده؟ هي مش فنانه. مش فنانه، وانا حبيت اوقعك في الكلام بس انت ناصحه قوي. لا هي مش فنانه. مش فنانه؟ كانت صديقه عمر يعني. وده كان سبب الانفصال ولا في اسباب تانية؟ لا في اسباب.